مرة أخرى نعود ونلتقي لمناقشة قضية اليوم، وهي ما دار في جلسة مجلس النواب الأمريكي اللي هي الخاصة بلجنة الأمن والاستخبارات، والتي كانت مخصصة للاستماع لشهادات خبراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي حول قضية مهمة جدا من وجهة نظرهم وأيضا من وجهة نظرنا، وهي ازدياد حالات الإرهاب في مصر وتقييم نشاط تنظيم القاعدة في الأراضي المصرية. هذه الجلسة بالغة الأهمية لأنه أثير فيها الكثير من القضايا الشائكة، وتعكس أيضا كيف تفكر العقلية الأمريكية. يمكن نتكلم في هذه الندوة أربع شخصيات أساسية، هي أولهم بيتر كينج، وهو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب سابقا، كول وهو خبير في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اللي هو Council of Foreign Relations، وهذا مقر نيويورك. ثم أيضا تحدث توماس جوسلين، وهو سيناتور عضو بالكونغرس الأمريكي. وأخيرا الأستاذ محمد المنشاوي، رئيس تحرير موقع تقرير واشنطن، اللي هو بحكم كونه مصري ومطلع على الحقائق الأمور في مصر، حاول أن هو يكون قدر ما محايد، لكن في بعض النقاط ممكن البعض يكون معها أو ضدها فيما قال. هنبتدي ناخد مقطع من أهم ما قيل في هذه الجلسة المطولة، ونبدأ ببيتر كينج، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب سابقا. جلسة اليوم تتركز على البزوغ المفاجئ للقاعدة وللعنف في مصر، وهناك فجوات في فهم هذه المنظمات، حجمها والقدرات القتالية لمواجهتها أمور غير واضحة. هناك طائرة هليكوبتر تابعة للجيش المصري تم إسقاطها بواسطة هذه المنظمات، وكما أنهم استطاعوا تفجير مديرية أمن القاهرة. هذا يعكس تقدم هذه الجماعات وصلتها بتنظيم القاعدة، مما يثير مخاوف أمنية. إن دور مصر في محاربة القاعدة كان واضحا، الظواهر يقود القاعدة منذ مقتل بن لادن. هذه الجماعات تبين أن لها صلات قوية بتنظيم القاعدة والجهاد الدولي. وبالنسبة للمنظمات التابعة للقاعدة في سوريا، أيضا يبين أنها منتشرة في المنطقة وتشكل تهديدا. تقليص أو وقف المعونات العسكرية الأمريكية للحكومة المصرية أمر أعاق كثيرا قدرة الحكومة المصرية على مواجهة هذا التهديد، وهذا التهديد كان موجودا من قبل ومنذ عام 2009، وكان هذا التهديد واضحا. غير أن ثورة الشعب المصري جعلت البعض الدول الغربية ينحون منحا آخر، وهناك منظمات شبيهة في ليبيا وفي السودان، وهذا يدل على أن متطرفي القاعدة يستغلون الظرف الراهن في مصر لشن هجمات في سيناء. اللي كان بيتحدث الآن هو بيتر كينج، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب السابق، وهو اللي كان بيدير هذه الجلسة. أهم النقاط اللي قالها نقدر نفهم أنه في التقديم أنه
الأمريكان لديهم قلق من تزايد نشاط القاعدة، وإنه هم لهم تجربة قاسية مع القاعدة في 3 أمور، في أفغانستان، في العراق، طبعا كان البداية العمليات اللي اتعملت ضدهم في أفريقيا السفارات قبل 11 سبتمبر. طبعا كان قمة المواجهة مع القاعدة أو الضربة اللي وجهتها القاعدة ما حدث في 11 سبتمبر وعمليات استخدام الطائرات المدنية ضد أهداف داخل الولايات المتحدة، وده كان في هز للهيبة والكرامة الوطنية والسيادة الأمريكية، وأدى طبعا إلى خسائر كبيرة، لكن أدى أيضا إلى إرسال القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي إلى أبنائه يروحوا أفغانستان ويروحوا العراق ويتحملوا كل هذه الخسائر اللي كان منها بيلعب دور كبير تنظيم القاعدة. لكن فكرة أنه القاعدة كانت في أماكن دائما محددة ثم فجأة يبدو أمامهم أن هناك نشاط متزايد للقاعدة في شبه جزيرة سيناء، هو نفسه بيعترف بأن القصة دي بدأت من 2009 وأن النشاط التكفيري بدأ في 2009 وأنه كان ذلك بيتم عبر تسلل عبر الأنفاق وأنه مصدره كان بيأتي من غزة. لكن هو بيتوقف أمام أنه في حالات ليبيا والسودان في الآونة الأخيرة منذ حالات الربيع العربي بقى في ليبيا والسودان، ثم كان قبل كده في أفغانستان والعراق، وتحدث عن الحالة السورية، التنظيم بينشط في المنطقة لإحداث ضربات موجعة وزعزعة الاستقرار في الدول. هم ما انتبهوش لموضوع القاعدة ده أو قلقهم إلا لما ابتدى تشوف في تقرير موجود خرج من موقع دبكة اللي هو إسرائيلي بيعبر عن الاستخبارات الإسرائيلية، وفيه تصريحات منسوبة إلى مصدر عسكري رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية بيقول إن إسرائيل تتابع بمزيد من القلق ما يحدث في سيناء ومن تزايد ونشاط الإرهابيين اللي بيقوموا بعمليات ضد المصريين، وانه في صاروخين انطلقوا من سيناء على ايلات، وانه اذا كانوا الصاروخين دول لم يحدثوا هذه المره اي اثر من الدمار، لكن اذا كان في قوه قادره على توصيل هذه الصواريخ داخل الاراضي الاسرائيليه وهي هذه المره غير محمله بقوه تدميريه كبيره، من الممكن في المره الثانيه تكون تدميريه كبيره او كيماوي. من هنا هناك قلق إسرائيلي من هذا النشاط. طبعا إسرائيل هي اللي شاركت مع الولايات المتحدة زي ما هنشرح لكم في السماح لدفن النفايات الإرهابية في سيناء، زي ما بتدفن نفايات نووية ممكن تدفن نفايات إرهابية، وتنظيم القاعدة كان هو قمة النفايات بالنسبة إسرائيل والولايات المتحدة، كانوا يريدون أن التخلص منه من أفغانستان حتى يؤمنوا خروج آمن لقوات الأمريكية من أفغانستان ويقدروا في النهاية أن ينقلوا لمنطقة تانية، وحاولوا أنهم ينقلوا من العراق حيث توجد برضو منطقة نفوذ أمريكي وتروح سوريا، فيبقى سوريا فيها دفن لقاعدة العراق ومصر يكون فيها، مصر وليبيا يكون فيها دفن لقاعدة أفغانستان. ده منهج هم بيفكروا فيه. طبعا هو بيقول عشان أكون أمين في تقييم كلام الرجل أنه مصر قادرة على مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، وأنه لكن المساعدات اللي احنا بنديها العسكرية لمصر ممكن تكون أثرت على أداء الجيش المصري في هذا الموضوع، واستشهد بحكاية الطائرة الهليكوبتر التي سقطت، طائرة الهليكوبتر في أي صراع بصرف النظر حتى لو بتدي كل يوم 100 طيارة للجيش المصري في نهاية الأمر مش هو ده اللي بيخلي الطائرة تسقط، الطائرة بتسقط في صاروخ ضرب على طائرة كان في مرمى المواجهة.
هذا أمر وارد، لكن ده مش معناه أن الجيش المصري اهتز أو عنده مشاكل نتيجة المساعدات أو عدم المساعدات الأمريكية. هذا يحدث حينما تبدأ حرب وتكون في اشتباكات مع الإرهاب. أيضا هو قال أنه علينا أن نتعاون مع أعدائنا لدحر هذا التهديد. نشكرك يا سيدي على هذا الموضوع. نشوف بقى التصريح الثاني في هذا الموضوع، لأن احنا لما هنكمل كل الأجزاء هنفهم بالضبط هما بيفكروا إزاي. التصريح الثاني لمستر ستيفن كوك وهو خبير في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. ده ممكن يكون رأيه متوازن أكتر لأنه هو مش عضو في أي مؤسسة حكومية، وإن كان مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بينظر له على أنه هو مركز تفكير أكثر إبداعا وأكثر ليبرالية من مجالس أخرى، لكن بيؤخذ برأيه في كثير من قطاعات الولايات المتحدة وبالذات في داخل الحزب الديمقراطي وهو الحزب الحاكم الآن. بعد الاستراحة نشوف إيه اللي قاله ستيفن كوك في هذا الاجتماع.